تكوين في مجال مهن الإعلام والاتصال. كنت سعيد اليوم بعقد لقاء تواصلي مع طلبة المعهد العالي للصحافة والإعلام بمدينة مراكش. هذا اللقاء اللي كان لقاء مهم وشيق، وتطرقنا فيه تحت الفرصة لأشاطر طلبة صحفي المستقبل إن شاء الله بهذه المنطقة وبهذه الجهة بالمجهودات اللي كتبتلها الوزارة من أجل الرقي بالصحافة وبالإعلام والاتصال على مستوى الجهة، ولإطلاعهم على بعض مستجدات مدونات الصحافة والنشر والقوانين المؤثرة كذلك للاتصال السمعي البصري واتيحت لي كذلك الفرصة للإصغاء إلى مجموعة من المداخلات التي كانت مداخلات أبانت عن مستوى كبير واطلاع كبير وإلمام بهذه القوانين، وكانت كذلك مجموعة من الأسئلة اللي حاولت أنني نقدم بخصوصها مجموعة من التوضيحات. وهذا اللقاء كان مثمر على أكثر من صعيد، فمن جهة هو أتاح لي الفرصة لمد جسور التواصل مع هذه المؤسسة اللي مشهود لها بواحد التكوين صحفي مهم واللي كتساهم في إطراء الصحافة الجهوية بكفاءات بشرية ذات تكوين مهم، وكذلك للإطلاع على الجوانب وعلى القوة الاقتراحية ديال هذه المؤسسات اللي من أجل السير قدما في الرقي بشروط أداء هذه المهنة ديال مهنة الصحافة والاتصال. شكرا. سعود.